نقول الله كم الريشه اليوم بلال ما راح يقعدنا اشود الكاميرا ما اقدر ما اقدر صابرين ما اقدر هي صفقه بلال الشامي يعطيك رقبه طيران وشلك لا خوال وين تبي نقعد انا طالب وقفتني البدله ها لا كان صار يعني لو كان ثوب كان وياه ثوب يعني دشداشه ثوب يعني دشداشه يا ويلي ترى قطيت واحده بسرعه صوبتها مال استوت هذه ها استوت ايوه مشاهدينا مستمرين معاكم ومع فقره مميزه وحلوه وخفيفه مع شابه مصوره بسمه خلينا نشوف تقريرها ونرجع لكم اكيد بسمة القرطاس مصورة فوتوغرافية كويتية شابة تميزت بتصوير البيبي بورن استطاعت أن تثبت إمكانيتها ورؤيتها الخاصة من خلال نتائج الصور اللي دائما تجدد بالأفكار وتتطور تطور ملحوظ في هذا المجال. قدرت بسمة أنها تخطف الأجواء واتجاهاتها وأصبحت من أهم العلامات البارزة حيث بدأت تصويرها من عام 2007 وتخصصت في مجال النيو بورن. احضرت معارض وتدربت عند مصورات عالميات ومشهورين في المجال، قدمت دورات لتعليم تصوير للنيو بورن، واليوم هي تمتلك استوديو بيكسس فوتوغرافي. قدرت بسمة في هالمجال انها تصور تقريبا اكثر من 2000 طفل، ولان بسمة القرطاس تتميز ببراءة وعفوية، هالشيء ساعدها في انها تنجح في التعامل مع الاطفال، قدرت تقنعهم بخبرتها علشان توصل للي تبي. اهتمت بتفاصيل ملامحهم وخطوط أناملهم من خلال استوديو صغير حقق لها أحلام وأماني صغيرة اكبرت معاها. بسمة القرطاس حياة الله معنا اليوم في برنامج عسيف. بعد هالتقرير الجميل والكيوت نرحب في بسمه. مساء الخير بسمه. هلا مساء النور. هلا والله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. نورت اليوم استديوهات على السيف وما شاء الله يعني طلع وابداع وفن. مشكور. تسلمين حبيبتي. في البدايه بسمه نبي نعرف شلون بلشتي مشوار التصوير. اول شيء طبعا بلشت اني امسك الكاميرا واحب اني اصور كل شيء. عيوني قامت تشوف الزوايا يعني بطريقة مختلفة فحبيت أني أوثقها والكاميرا ساعدتني على أني أسوي هالشيء. رحت بنت خالتي ولدت وخذيت الكاميرا معي وحبيت أني أوثق هالشيء اللي دائما أنا أحب أسويه. فلقيت تصوير لنيو بورن وأنا قاعدة أصور السيشن حسيت ببراءة وحسيت مثل يعني براءة الأطفال وشلون لما تصورين البيبي شلون تدشين بهداوة ونفسك تكون هادية وهدوء. فعجبني هالمجال حبيت أني أتعمق فيه زيادة. نعم. وهني بلشت الحمد لله. بس نقول ما شاء الله يعني من 2007 صارت 11 سنة وانت في هذا المجال. وينش مختفية ما ندري عنك؟ لأنه صار لي تقريبا 7 سنين بطلت استديوي وأمارسه كبزنس. حلو. بس أشوف إيش تخصصت اليوم بليهال الصغار اللي توهم مولودين وشو شيلتهم. قاعد أشوف بالتقرير يعني أنا قلت كم ساعة إني أخاف أشيل ياهل توه مولود. إيه هو صح لأنه ما في شيء يمسكه كنا يعني شايل يعني ما في كنترول عليه. ما في كنترول عليه فخصوصا لما ينام خلاص يفقد ما يقدر يسيطر على ولا شيء. فأنت لازم تكون حريص انك تشيل ريوله تشيل ايده ظهره راسه. صحيح. فطريقه معينه انك تشيلها. وعلى فكره يعني تصوير للبيبيز او النيو بورن صعب جدا يعني مو اي احد ممكن هو يمارس. المصورين الكبار حتى يمكن يلاقون فيه صعوبه. انت ما شاء الله يعني ما اخذتي قبلها دورات معينه لما تعمقتي في البحث عن التصوير وبلشتي فيه من 2007 الى اليوم؟ امبلا حرصت قبل يعني لا ابطل الاستديو حرصت اني اعرف شلون اتعامل مع الطفل قبل تصويره. لان لما انت تعرفين لغه الجسم مالت الاطفال يسهل عليك انك شلون اذا متضايقين من طريقه معينه شلون معاجبهم الوضعيه خصوصا ان انا احطهم بوضعيات شويه تكون مؤذيه اول مره فلازم شلون اهيئه. فرحت حق مصورين برا مشهورين انه
بالمجال صار لهم مدة طويلة أني أكتسب الخبرة منهم وحبيت هالشيء، فصار مثل تجديد معلومات وكل سنتين سنة أروح يعني أسافر عندهم ومثل أن تيمع مرة ثانية نشوف شنو الجديد. اليوم نوعا ما اخترتي شيء غريب جدا، يعني أنا اليوم أول مرة قابل مصورة مختصة في هذا الشيء. مساء سألتك شوينك، فالعالم معروفة تصور منه، تصور ناس ستار، تصور الفنانين، تصور مذيعين، تصور إعلاميين، عشان أنه والله اليوم شوفوني أنا شون قاعد أقدم. بس أنت اخترتي شيء كأنك اليوم شغلش بس صار كله مع أولياء الأمور والناس اللي توهم جايبين يهال والمستشفيات 24 ساعة والمستشفيات أصيد الصيدات هذا. والحين استوديو بعد. استوديو وتشوف الفرحة بعيونهم خصوصا بعد أني أصور حوامل، فمنتظرين البيبي شون يحضرون له، شون يعني متشوقين أنه يطلع، فهذا كل شيء يعني أجواء فرح. أنا حبيت الفكرة، أتوقع اليوم من الزوجين خصوصا الحامل ما راح تنسى هاللحظات. أنا أشوفها شيء جديد، أنا أبغى شيء جديد، لأن اليوم مراحل يمكن الحمل والفترة هذه وتشوف نفسها يبين الحاجة متى بعد 20 سنة 30 سنة تشوف هالصور هاي وتستمتع فيها. هي الصورة هي اللي تبقى. نعم. طيب بالنسبة للسوشيال ميديا شلون قدرتي أنك تتعمقين في السوشيال ميديا وتنشرين شغلك؟ ما شاء الله روعة، يعني شفنا احنا صور في التقرير وأكيد في صور ثانية أحلى وأحلى غير اللي غير مسموح لها بالنشر. فشلون دخلتي عالم السوشيال ميديا وقدرتي ان انت تثبتين اسمك كمصوره في هالعالم؟ طبعا اول ما بلشت بالسوشيال ميديا كان مثل يعني ما قلت موضوع جديد اني اطرحه على المجتمع، ما كان شيء متداول، بس يعني هو اللي انا يعني اللي عليه الحين، انا ساعدني وايد بالانتشار وال يعني صار كل عالم واحد. صحيح. ف تحطين شغلك، الناس تطالع الشيء اللي يعجبهم، لقطة تعجبهم ولا مومنتس تعجبها ولا لقطة، فكل واحد يعني يدور الناس اللي يبي يطبق الفكرة اللي براسه، فالسوشيال ميديا ساعدني ان هالناس تلقاني. يعني صار الوصول اسهل اليوم للناس من خلال السوشيال ميديا، احنا بنريجب على الصور وبنعلق عليهم. هذه تحضيرات بعد ها؟ هذه تحضيرات. نعم. صراحة هني البوزز اللي أحط فيهم البيبي وهذا وأنا بداخل الاستديو، طبعا درجة حرارة عالية علشان كثر ما أقدر أحاول أن أخلي البيبي يحس كأنه هو لحد الحين بطن أمه. عادة يكون الطفل بهالبوزات اللي قبل من يوم حق 14 يوم في أعمار معينة، يعني اي حق اني اصورهم بهالطريقة المفروض يكون من يوم حق 14 يوم لان توا عضلاتهم ما تكون قوية. صحيح. فاقدر احركهم بسهولة انا قاعد اشوف حتى اهتمام اساسا من اولياء الامور اليوم لما يجيب البيبي عمره 14 يوم وكذا ويحطه عشان يصور وانت قاعد تلعبين فيه كذي وتودينا مني وتودينا يسار. بالبدايه صراحه انا واجهت وايد صعوبات مع اليدات. فكنت كثر ما اقدر احاول ان ما اسوي هالاشياء قدامهم خصوصا بالمستشفى. صحيح. بس بعدين قلت يعني علشان ان خصوصا الحامل ما تقدر ان تنزل تحت تقعد معاي بالسيشن، درجة حرارة عالية وهي توها يعني طالعة من ولادة فما تتحمل هالحرارة، ترتاح هي تقعد فوق وانا اخذ البيبي واخلص السيشن. هو عموما الفكرة فيصل ترى فكرة اجنبية وما شاء الله بس ما يابتها عندنا بالخليج وخاصة بالكويت وتخصصت فيها، لان ترى يعني احنا دائما نشوف صور من ايام اللي كنا بالمدرسة ونروح مثلا للمكتبات وكذي، فلما نشوف صور البيبيز صور غريبة ما كانت منتشرة عندنا بالخليج. صحيح. صحيح. فهذا تخصص جدا حلو ومميز. في ناس معينين ودك تعملين معاهم المشاهير في السوشيال ميديا مع عيالهم مثلا، ودك ان انت تقولين والله ودي اصور بنت فلان او ولد فلانة من السوشيال ميديا؟ نعم. إيه يعني إذا أي أحد هو معجب إنه يعني يحب إنه يكون عنده صور بيبي من السوشيال ميديا عادي. نعم. يقدر إنه ما في مشاهير معينين ودك تعملين معهم؟ والله مو حاضرني. حلو. طيب اليوم أنا قاعد ألاحظ شغلة بالكويت مو جديدة، من فترة الكل صار مصور. بالضبط. أخذ كاميرتك واطلع البحر، او شيء بدايه كانت البحر تروح تصور بعدين ادور لك اشياء رشحلوها وصور فيها،
وايد ناس خذ الموضوع هذا هبه، وفي ناس ترى فعلا شروا كاميرات وقطوا مبالغ كبيره، صور صورتين وبعدين مل وقطها وخلاها تولي. بس ترى انا اشجع التصوير، وخصوصا يعني انت ما كنت انا ادري ان انا بوصل هالمرحله صحيح. اذا ما شريت كاميرتي وبلشت فيها بس يعني انا مو ضد ان اقط مبالغ كبيره علشان ابي اجرب نفسي بهوايه. في ناس كلفوا اهاليهم على فكره في موضوع الكاميرات على بالنا، والاهل يبون يدعمون هالشيء لان بالنهايه التصوير ابداع. شروا الكاميرا وتعنوا هالعدسات وهالدنيا وبعدها قطها وخلاص قال ما ابي يعني هبه وتروح هبه وتروح. فعشان كذي الواحد انه اذا انت تشوف نفسك بهالمجال وتحب تجرب نفسك انه مو لازم تشتري اغلى شيء ولا صحيح. احسن شيء نعم. شوف نفسك بلش من الصفر لما نعم. طيب بس ما شنو هي مواصفات المصور او المصوره الناجحه اللي تبي تتميز اليوم؟ تتقبل النقد بصدر رحب، ما تقول والله أنا لا هذا يعني مو مجالك ما تنقب، بالعكس يمكن تشوف الناس عندهم نظرة أنت غافل عنها، أو البروفيشنال فوتوغرافي عندهم نظرة ما يشوفها، خصوصا الأهل الأصدقاء اللي ناس متابعينك. يعني دائما تطور نفسك، مو تقول إن لا والله أنا هني ووقفت، دائما تروح معارض تشوف شنو الجديد، يعني معلوماتك تواكبها ويكون عندك ثقة بنفسك وبس. طيب اليوم الأمر يحتاج إلى دورات أنكم تأخذون بالتصوير، ولا بس أعتمد على نفسي إن أنا والله أروح أصور أبدأ أطور؟ وصل اليوم صار الأمر سهل، ممكن أدخل على اليوتيوب أشوف فيديوهات جديدة وبعدها طالع وأقلب وأسوي نفس الشيء، ولا في دورات متخصصة ممكن أستفيد منها؟ تقدر تسوي باليوتيوب بس لما فرضا تروح دورة يكون عندك مو بس اليوتيوبر اللي أنت قاعد تشوفه، يكون في ناس اللي حوالينك اللي هم بنفس مجالك، يعني المعلومات تصير أكثر من معلومات متبادلة. تصير عندك متبادلة فيعني حلو أنك تروح مكان مجموعة من الناس يمارسون بنفس هوايتك. بس ما احنا مستمتعين معك اليوم. لا بس قبل الاستمتاع أبي أعرف أكاونتها شنو؟ بيكسيز فوتو. أوكي هذا انستغرام وسناب. أوكي حلو راح نضيفها اليوم. انا شفت صور لكن ما ضفت، لكن راح اضيف عشان اكيد راح اني نصور عندك انا وفيصل. بدنا جاهزين اي جاهزين والله. تبي الحين نروح نطلع نصور؟ يلا يعطيك العافيه. بس الله يعطينا ورتينا اليوم على السيف، ونتمنى لك اكيد المزيد من التوفيق والنجاح والتميز في مجالك. شكرا على الحضور. شكرا حياك الله يا بسمه. حياك الله. مكملين معاكم بعد الفاصل.